اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفياء الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. كنتلاقاو في حلقه جديده اليوم من برنامجكم سيداتي ساداتي بفقرات منوعه فيها مجموعه من الافكار من الاقتراحات ومن الحيل ديال الدار. اليوم ان شاء الله بالنسبه لكل الناس اللي كانوا طرحوا اسئله عندها علاقه بالموضه، فاليوم ان شاء الله غادي ياخذوا الاجابات عليها. غادي نجاوب على سؤال كان من عند خديجه بخصوص العرس اللي غادي يكون في الصيف، كذلك من عند غيزلان من مراكش، من عند خديجه من تيزنيت سؤال ليها هي الاخت ديالها والام ديالها ايضا. فكل هذه التساؤلات ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم عندها علاقه بالموضه. ما تنسوش على انه فقره بريكولاج فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات كتوصلنا يوميا من خلال صفحه برنامج سيداتي ساداتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كيمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الارقام اللي هي 0522 46 72 50 51 او 52 والرقم 5080 رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. غادي نبقاو لحظه مع اول اختيار غنائي نسمعوا ليه وراجعين بقاو معنا. صحه ميد راديو الاذاعه القريبه منكم، ومن جديد كنرحبوا بكل اوفيائنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي ساداتي. كيف ما شرنا في البدايه ديال الحلقه على انه كل الاسئله اللي عندها علاقه بالموضه اليوم كنجاوبوا عليها رفقه مصممه الازياء سهام احسان اللي حاضره معنا في الحلقه ديال اليوم. سبق كنتي معنا في برنامج سيداتي ساداتي على ميد راديو. سهام احسان اسم معروف كيتعامل مع اسماء مغربيه مشهوره، منهم الفنانه المغربيه اسماء المنور، ابتسام تيسكات، دنيا بطمه. فهاد المشاهير كلهم كانوا بانوا بالتصاميم ديال سهام احسان. اهلا وسهلا بك سهام، مرحبا بك معنا. ربي يخليك لهلا يخطيك. اش اخبارك عفاف؟ الحمد لله بالف خير ما شاء الله عليك. اطلاله اليوم في غايه الاناقه. غادي تسمحوا لي شي شويه على الصوت، راني ضاربني البرد. بالشفاء ان شاء الله. بالشفاء سهام. ميرسي بوكو. غادي نجاوب على مجموعه من التساؤلات اليوم اللي عندها علاقه بالموضوع وكتسنى الاجابات ديالك سهام. الله بارك الله. غادي نبداو باول سؤال كان من عند خديجه. فخديجه كتقول انه الاخت ديال الاخت ديالها ان شاء الله غادي يكون عندها العرس، وقالت على انه البشره ديالها سمراء، فهي بغات توجد شي جلابه، يعني جلابه ديال العروسه، وخداو ثوب مليفه. فكتسولك واش العروسه تقدر تلبس الثوب ديال المليفه في الجلابه، واش تلبسها بوحديتها اولا كيخصها قفطان من التحت. الثوب ديال المليفه في الصيف شي شويه قاصح، غير هي كاينه واحد المليفه رقيقه اللي تقدر تسيبورتيها. بالنسبه للعروسه ضروري دير لها قميص باش كتفخم ديك الجلابه. من الاحسن يكون سواء تقدر دير لا موسلين من التحت باش ما تزيد، حيت الا درنا ميم لا سوا مع المليفه في الصيف غادي تجيها سخونه. تقدر دير يا اما جهره ولا دير لا موسلين، دو سوا غادي تجيها كيحمق. واخا بالنسبه ليها هي سمراء وعروسه، سهام شنو اللي تنصحيها به بالنسبه للجلابه ديال العروسه؟ الجلابه ديال العروسه ما غاديش نقدروا نحددوها في الكولور بلون كاسي، داكشي كلاسيك. لي كولور باستيل كلهم كيجيو الفيغ او مفتوح، نيود، روز بيبي، موف كلير، فهمتي اي لون من هاد اللوينات غادي يجيوها زوينين. كوغاي كلير حتى هو مفتوح غادي يجيوها زوينين ان شاء الله. واخا نمشيو هاد المره لسؤال اخر كان من عند غيزلان من مراكش. غيزلان خدات توب جلابه مبره مارون وخيطاتو لون في اللون، فبقى لها فقط مشكل في الفولار الصاك والصباط. جلابه مارون مبره. المارون راه حتى هو ما غاديش لي كولور كلهم فرونسي كنقدروا نلعبوا بهم بالالوان. بالنسبه للجلابه مارون غادي تقدر تمشي معاها البازيك اللي هو النوار، صباط نوار وهذا الساك ديالو نوار. تقدر تمشي في البيج غادي يجي شيك وما غاديش يجي داكشي فرابون بزاف. الفولار لا، الفولار تاخذ فيه لوينات يكون فيهم اورانج موتارد ان فيغ كاكي، ما يكونش غير المارون بوحدو. واخا تبارك الله عليك سهام. نمشيو هاد المره لسؤال اخر من عند خديجه من تيزنيت. خديجه ما شاء الله غير قبط ليها الخط ثلاثه ديال الاسئله. مرحبا. اول سؤال ديال خديجه من تيزنيت، فهي ان شاء الله غادي يكون عندهم العرس ديال الاخت ديالها في الصيف، فاول حاجه كتسول على راسها هي، قالت هي البشره ديالها بيضاء وغتكون الاخت ديال العروسه، خدات توب موسلين خضر مفتوح، فهي قالت غير خرجت للسوق هكذا غير تشوف هي والاخت ديالها عجبها داك الموسلين في الخضر مفتوح وخداته ما قدراتش تقاوم، فجربات داك خدات الموسلين هو الاول. دابا المشكل بغاتو لبسه بقى ليها التوب التحتاني اللي غادي يجي مع الموسلين، وسولات كسهام واش الموسلين نقدروا نبتوه وما نخافوش عليه؟ لا لا موسلين ما تخافش منها، غير خاصها تكون لا بون كاليتي. ما تخافش منها، لا موسلين كتطرز كتنبت كيدار فيها حتى الزواق ديال المعلم. ما يخافوش منها الناس، حيت الناس بزاف كيقول لك لا ندير لها شي حاجه خفيفه حيت غادي تقلع عليها. لا لا موسلين كيجي معها كلشي. الخضر غادي تقدر تمزج الالوان، حيت دابا تبارك الله كاين الالوان باش ولينا كنرجعوا شويه الالوان في التنبات. غادي يمشي معها لو جون، روز، موف،
هادو غادي وفير يكون فرونسي شي شويه غادي يجيوها ديال الهبال. واخا سولات كذلك على الفولار والساك والصباط اللي تقدر دير مع اللبسه سهام. غادي تعزل يا اما عندها جوج ديال الحلول، يا اما تعزل اللون ديال الخياطه سوا دوري سوا ارجونتي سوا كارتي باش تخرج من باب واسع، سوا تاخذ لون من دوك اللوينات هي باش تنبتات. واخا نمشيو للسؤال الثاني من عند خديجه من تيزنيت. دائما بالنسبه للاخت ديالها هي العروسه، فهي سمراء وطويله وبغات جلابه بغات لبسه وبغات قفطان، فهي مازال ما تقدتش التواب نهائيا، فبغات تعرف التواب والخياطه، فهي بالنسبه للبسه قالت ما غاداش تبرز بها، هي بغات فقط لبسه ربما من بعد العرس ديالها كاينين عراس اخرين فغادي تقدر تكون هي معروضه وغتكون هي عروسه أكيد جديده. اكيد وهذه كنبغي ننبه لها كاع العرايسات. نعم. فاش كيجي العرس كيبداو يخيطوا اللباس ديال العرس اللباس ديال العرس، لا حبيبه راك غادي تولي من بعد حتى انتيا كتعرضي كشخصيه بوحدك ماشي مع ماماك. لا سمحوا لي البنات خاصهم يديروا في بالهم هاد الحاجه، يوجدوا كنيدرات يوجدوا قفاطه اللي غادي يوليو عندهم دي ريسبسيون في الدار، عرايد كلشي كيبغي يشوف العروسه ديالنا كيفاش كتكون من بعد العرس يزوروها في دارها اكيد، وما غاديش تخرج لهم بيجامه بيان سور، وما غاديش تخرج لهم سروال ديال الجين. هادي البنات خاصهم يديروها في بالهم، خاص كنيديره خاص قفيطن ولا غير شي جبادور، مهم تكون لابسه شي حاجه تقليديه ديالنا مغربيه. وحتى العراسات راه غيكون عندكم العرايد راجلك حباب راجلك صحابو صحاباتك حتى انت غادي تبداي تعرضي، ماشي عائلتك اللي غادي تعرضوا سيروا غير نتوما وخليوني انا لا لا غيوليو يعاتبوا عليك. نرجعوا للسيده اللي قالت لك هي عروسه سمراء وطويله سمراء وطويله تبارك الله. بالنسبه للجلابه غادي تقدر دير البلون كاسي اللي كنقولوا له الحمصي اللي كيكون ما هو بلون كاسي ما هو سومو اونتر هاد لي دو، لون ديال الحمص لون ديال الحمص البلون كاسي الحمصي ولا غوز كريفيت ولا بلو سييل ولا فيغ او، يعني كاع دوك اللوينات المفتوحين راه غادي يجيوها زوينين. والتويب بما ان المنطقه ديال الجانو تبارك الله راه كنعرفوها الصهد وهذا، تحاول تاخذ شي تويب خفيف، ما تقدر حتى دير توب جلابه تقدر ديرها حتى في لاموسلين ديرها في لادونتيل بما ان عروسه خاصها شي حاجه فخمه، ديرها في اي حاجه الا المليفه بغيت الناس يبعدوا عليها شي شويه حيت راه الا بغيتي جلابه شي حاجه ديال الحضور نبعدوا شي شويه على المليفه. المليفه بالنسبه للكوتيديا بالنسبه للجلابه ديال كل نهار. بالنسبه للبسه ديال عروسه جديده غادا تعرض سيهام شنو كتقترحي الا كانت البشره ديالها سمراء؟ اللبسه ديال باش تعرض اش غادي نقول لك، تقدر كيف ما هضرنا على الجلابه غادي نهضروا على اللبسه، ما كاينش شي فرق كثير لان هو كيكون الفرق غير في التيسو اشنو غادي تاخذ. بالنسبه للجلابه غادي تاخذ حاجه وحده اخرى، بالنسبه للبسه تاخذ اش غادي نقول لك، تقدر تاخذ كيف ما قلنا البلون كاسي تاخذ الموف تاخذ، وما تخافش راه واخا سمراء راه واخا تلبس شي كولور فرونسي راه كيجيها زوينه راه اللي شنو الدور الكامل كيبقى على باش غتخيط هاد اللبسه، راه واخا تكون سمراء وتلبس لبسه كحله في اللون الاسود غير الخياطه باش غادي تخيط. هذا هو فين كيبقى تعتمد على اللوينات مفتوحين على السقلي على الكارتي سورتو كيجي زويون باش تقدر اي حاجه كيف ما كنقولوا الذهب تلبس البيض ولا الصفر اللي عجبها. فوالا هذا اللبسة. سولات على قفطان كذلك سهام بالنسبه للقفطان ديال العروسه عروسه قفطان عروسه تقدر دير قفيطن بالحزام من الاحسن. شنو الثوب اللي نخدموا فين الثوب اللي يمشيو لي باش نخدموا الثوب؟ تقدر دير الكريب دو سوا كريب دو سوا كريب دو سوا كيمشي لجميع المناسبات ولي سيزون كاملين جميع الفصول. نعم نمشيو هذه المره للسؤال الثالث دائما مع خديجه من تيزنيت. سهام الام ديال العروسه سمراء وقصيره فبغات لبسه، فكنعرفوا ام العروسه وام العريس هما كتكون عليهم العين في نهار العرس، فبالنسبه لام العروسه سمراء وقصيره شنو تقترحي عليها سهام؟ ام العروسه انايا كيعجبني دائما يا ام العروسه ولا ام العريس البلون كاس ولا ما نمشيوش كاع الابيض بلون كاسي ولا لو فيغ رويال. بالنسبه للسيده سمراء غادي نشوفوا لها البلون كاسي ويكون بالصقلي
الطوغي كيجي هما وداك النهار تبارك الله كيطلع داك السر عليها عرفتي كيطلع واحد السر حتى هي كتكون عروسه فعلا. كتشوف ولدها ولا بنتها كيتزوجوا قدامها حتى هي كتكون عروسه الله يفرح جميع الامهات يا رب ان شاء الله بوليداتهم وبنياتهم امين يا رب العالمين. احنا غادي نرجعوا دائما حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. سهام احسان حاضر معنا اليوم في البرنامج وغادي تجاوب على كل اسئلتكم اللي عندها علاقه بالموضه. ارقام تواصل معنا مفتوحه وراء الاشاره 0522 46 72 50 51 او 52. كاين رقم اخر للتواصل معنا عن طريق رسائل الاس ام اس اللي هو 5080. في اول اس ام اس اللي غادي تبعثوا به ما تنساوش كتبوا كلمه ماد خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نبقاو لحظه مع ثاني اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين ما تمشيو فين. ماد غادي اللي دار قريب منكم مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 51 او 52 وكل اسئلتكم اللي عندها علاقه بالموضه اليوم كنجاوبوا عليها رفقه سهام احسان. احنا قبل ما غادي نمشيو ناخذوا اول مكالمه معنا غادي نمشيو لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. اول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند اسيا الزيتوني مشكوره فهي بعثات بالاقتراح ديالها بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم النقره وما كيكونش فيها داك اللمعان وديك النقاوه. فشنو كتنصح اسيا؟ كتقول بالتجربه ديالها هي عندها النقره بزاف ودائما لما كتمشي لتيزنيس كتقداها. فشنو كدير؟ قالت على انها كتاخذ واحد الكاسرونه كدير فيها الماء سخون وكدير فيها المعجون ديال الاسنان كتخلي داك المعجون ديال الاسنان كيتغلى فوق البوطه على عافيه مهيله. الوقت اللي كيبدا داك المعجون ديال الاسنان كيدير الرغوه فهي كتلوح دوك الاكسسوارات ديال النقره وكتطفي البوطه يعني كتبقى غير السخونيه بوحديتها كتخليهم مرقدين حتى كيبدا داك الماء كيبرد. هذيك الساعه كتاخذ شي شيته اللي كتكون قديمه وكتبدا كتحك دوك الاكسسوارات او المجوهرات ديال النقره اللي عندها. فقالت على ان النقره كترجع رائعه وكيرجع ليها اللمعان من اول وجديد كانه يلا شريناها. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره دائما من عند اسيا. اسيا عطات الاقتراح بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الملف في الدار خصوصا في الكوزينه وكيكونوا جربوا شحال من حاجه وما عطاتش نتيجه فهي كتنصحهم بالطالك او ديك الغبره ولا البودره اللي كنستعملوا على البشره ديال الاطفال. كتقول جربوا انكم تاخذوها وترشوها عندكم في الكوزينه في القناه في الاماكن كلها اللي كيدوز منها النمل وغادي تفاجئوا من النتيجه لانها كتكون معتبره. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ظاهره بوشارب اللي رجعت لينا من بعد غياب. على سلامتك يا ظاهره توحشنا الافكار والاقتراحات ديالكم كنتمنى ان شاء الله انه المانع كان خير فرجعات باش كتواصل معنا من اول وجديد من خلال صفحه البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اليوم ظاهره عطات اقتراح بالنسبه للطبايع الصعيبه. الا كنا غادي نصبنوها في الماكينه وما غاديش نصبنو باليد كتقول على الاقل مثلا الا كنا غادي نصبنو في الصباح كناخذوا صابون الحجره كنفزقوا بشويه ديال الماء وكنبداو نحكوا على دوك الطبايع وكنخليوهم كيباتوا حتى الصباح وكنصبنوهم في الماكينه. هذه الطريقه كتضمن على انه الحوايج غادي يكونوا نقيين من بعد التصبين ديالهم وما غادي تلقاو حتى شي طبعه وما تحتاجوش تعاودوهم من اول وجديد باش تصبنوهم. شكرا لكل المستمعات الكريمات اللي كيختاروا انهم يتقاسموا ويتشاركوا كل افكارهم واقتراحاتهم معنا وتحديدا مع برنامجكم سيداتي سادتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. فاول مكالمه غادي نمشيو ناخذوا سميره على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بك سميره. الو صباح الخير. مرحبا بك نهارك مبروك يا سميره. بالعافيه الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا بك. اختي احسان كذلك. ربي يخليك اش اخبارك؟ شكرا اختي. لا يخطيك. عافاك بك. الله يخليك. انا عندي اقتراحات وعندي واحد جوج تساؤلات لاختي احسان. واخا نبداو بالاقتراحات هي الاولى الا سمحتي يا سميره. واخا واخا. شنو هو الاقتراح؟ عندي هذه داخله في البريكولاج ماشي في المطبخ. واخا. عندك بالنسبه هذا الطاجين اذا تحرق اما كنديروا لا سكر لا والو غير فاخره كناخذوها كنغسلوها مزيان نحكوها بالشيته ديال الاسنان تكون خاصه وناخذوها ونحكو بها داك الحرق ديال الطاجين. عندي سمعت واحد السيده داك النهار قالت جافيل. أيه. جافيل ما خصناش كاع ندخلوه ما نديروش فعلا في اي حاجه كنطيبوا فيها لا في الكوكوط ولا في ولا في البراد ولا في حتى شي حاجه. اييه فاخر مزيان كيتغسل وكنحكو به كيزول كاع داك الحرق. واخا. والاقتراح الثاني سميره شنو هو؟ الناس اللي عندهم بلاكيور انا كنديرها قومه قومه مخليها سبيسيال. اييه مره مره كنضرب داك البلاكيور. صافي حنا البنات كل ضروري خص يكون عندنا بلاكيور. واخا تابعي تابعي لي موديل لي موديل جديد. انا بعدا ما يبان لي شي موديل شي موديل جديد كناخذو حيت ما يمكنش ما تقدرش تلبسي الذهب يوميا واخا يكون عندك. نعم. كتاخذي ديك القومه وكتضري به كامل عرفتي كيرجع جديد تبارك الله وكتلبسيه بكلينكس من بعد كتلبسيه.
تبارك الله لا وما فيها لا تعب لا وعب. واخا تبارك الله عليك يا سميرة. نمشيو الأسئلة اللي عندك لسهام. شنو هو أول سؤال؟ السؤال اللي عندي أنا عندي واحد جوج تويبات. أنا تويبات كيجيوني بزاف كادويات ما كتختارش على ذوقي. دابا أنا حرت في واحد لورونج عندي ماشي فونسي جمع بين الفونسي والكلاغ وهو تشوف خيط تشوف خيط ما عرفتش واش نخيطه. والثاني عندي بلوسيال بلوسيال تهوى بالخيط ودخل فيه من جوج ودخل فيه واحد شوية ديال التيركوا داك الخيوط اللي من جوجين فيه دخل فيهم حتى التيركوا ما عرفتش باش نخيط. بغيت اخت احسان تقول لي وتقول لي صرف الصاله. اييه واخا وشكرا. هادو بغيتهم جلي لباس ياك سميره؟ اكيد بغيتو بخير بغيت لانه الخيط. اييه واخا جبت الخروج اليومي ماشي الخروج اليومي الدور وحسيته بعادي ماشي شي حاجه. واخا شكرا لك سميره. العفو شكرا لك سميره. توصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. تفضلي سهام. بالنسبه للفصاله غادي نهضروا هي الاولى اللي كتجمعهم بجوج. بالنسبه للجلابه ديرها دغوات حيت دابا ما بقاش داكشي ايفازي وهذا لا ولاو جلي البات دغوات. ما سولتهاش واش دايره الحجاب ولا لا مي بون. كميمات واخا تكون كاع دايره الحجاب الكميمات كيجيو حتى البواني ما بقاش داك البلاصه فين كنديروا لا مونطخ ولا الساعه اكزاكتومون غيجيو واقفين حتى لتما كميمات دايرين نورمال ما يكونوش اعراض ولكن ما يكونوش داكشي اللي قابط على اليد بزاف حيت داكشي كيولي كيجي موش ما بقاش داك الفصاله. هضرنا على كوب دغوات لي مونش نورمال. بالنسبه للتوب اللي قالت لك اورانج هذا كيتخيط غير بعين عقده ولا كاين اللي كيقول له الضفيره كاين اللي كيقول له الجزائري نص الجزائري باردون. الاورانج تخيطوا عندها بزاف ديال عندها يا اما تخيطوا بالفير كاكي ولا تخيطوا طون سور طون اللون في اللون ولا بالموف ولا حتى البلون كاسي كيجي زوين ولكن الناس كيخافوا على الوسخ ولا شي حاجه دغيا كيجمع الوسخ سورتو جلابه كوتيديان ما غاديش يجيها. بالنسبه للجلابه الاخرى بلوسيال بلوسيال وفيها دي موتيف فيها بالتركواز تقدر تدخل معهم الغوز بونبون ولا الموف كلير غادي يجيها زوين ولكن تدخل البلوسيال ولا والغوز اما داك التركواز راه غادي يجيها شويه مشعشع. نعم الا بغات الا بغات تخيط التركواز تخيطو غير بوحديه ما تجمع معاه حتى شي لون اخر وديرها بالقطيب القطيب كيجي زوين ونحليلو الصيف هذا دابا. نعم تبارك الله عليك سي بزاف ديال السيدات وانت ذكرتي داك لورونج وقلتي بزاف ديال السيدات كيخافوا وفعلا لا موطار هكذا شي لوينات بزاف ديال السيدات مثلا ملي كتشوف شي وحده لابساها كتعجبها ولكن كتقول لك انا ما كنقدرش ما كيقدروش يزعموا عليهم الناس وسورتو الاول لون اللي ما كيزعموش عليه الناس هو الاورانج. نعم علاش سيهم ربما لا قلت غير يجي مشعشع كيجي مشعشع وما كيعرفوش باش يخلطوا معاه كيف ميلونج داك الميلونج ديال الكولور ما كيعرفوش كيفاش يديروا ليه. بحال دابا شنو كنقولوا الشيبي وغادي يقدر يجي معاه الغوز الفير غادي يقدر يجي معاه لو جون ولا الاورانج كيفاش لا لا الاورانج تقدر دير لبسه في الاورانج وتطرزها بالموف والفير ولو جون كتجي ديال الهبل. نعم ثلاثة ديال اللوينات ثلاثة ديال اللوينات ولكن المغياج بيناتهم ولا داك كيتوالموا بزاف حيت هذا انا كنهضر لك على تجربة حيت فاش تكون خيطة حاجة اكيد. نمشيو هاد المرة في مكالمة أخرى غادي ناخذوا بشرى على الخط معنا من مراكش. أهلا وسهلا بك بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس كي دايرة؟ مرحبا ببشرى. لاباس بارك الله فيك أختي. تفضلي بشرى. الله يخليك بغيت نسول لالا سهام الله يستر عليك. مرحبا. عندي واحد الثوب خذته لبنيته. شيبي ومطروز بالطوغي والارجونتي وفيه البيرلاج. واخا. هو مسلم. مسلم. البنيته قداش؟ عندها 12 سنة. تبارك الله صلى على النبي. عندنا واحد المناسبة وبغيت شي حاجة من التحاش من اللون اللي يجي فيه الله يخليك. بغيتي الثوب التحتاني. أييه. واش من خياطة ندير ليه؟ واخا مرحبا. وبيت واحد انا ما عرفتش من باقي ما فصلت والو بيت انا شي توب ولا شي حاجه لشي مناسبه. اللون البشره ديالك لالا كيف داير؟ سميمرة. ايوا تبارك الله السمرات راه كيجيبها كل شيء. بغيتي شي توب اللي يكون زويون. بغيتي يلبسها بغيتي يلبسها ياك بشره؟
كشيطات اييه واخا واخا ان شاء الله نجاوب على الاسئله ديالك. شكرا لك بشرى تواصلتي معنا من مراكش. اذا نسيهم نبداو بالنسبه للسؤال الاول اللي عطات بشرى البنيته ديالها عندها 12 عام. اييه عندها التوب ديال المسلين في الشيبي وفيه لي موتيف بالدوري والارجونتي. داكور بنيته عندها 12 عام ما يمكنش نبداو نكثروا عليهم بزاف. دير لها شي الفصاله ما تكرهش تكون الفصاله كلوش باش تجيها بحال اون غوب. اييه غادي يجيها كيحمق لي مونش يكونوا 3 كار ولا دومي مونش حتى حيت راه دابا داخل الصيف. لتحت القفطان التحتاني تقدر ديروا ليها على حسب الخياطه يا اما تقدر دير تيسو كارتي ولا دير اللون في الغوز واخا راه ما كاينش الغوز في الفوق ما تقدر دير له غوز من التحت تالمود البنيته صغيره غوز غيجيها كيفتن ودير له شي طريزات في سقلي كارتي ويتنبت باللون الغوز والموف والطرزه تكون غير لتحت قبيبه صغيره ولا شي سليته غادي تجيها زويونه والحزام يكون لون واحد تعزل سواء من الاحسن يكون الغوز الحزام باش يكون لو غابيل ما بين القفطان والفوق. واخا بالنسبه لها هي بشرى السمراء وبغات شي توب واللبسه يعني تكشيطه كيفاش غادي تطلع ليها هي بغات الحضور. اللبسه تقدر دير الباش وتخيطو يتطرز بالسقلي كارتي ولا السقلي كراميل شويه كيكون محمر شي شويه على السقلي الاصفر وتنبتو بالبوردو. وتقدر عاوتاني دير حتى لبسه في الكحل وتكون طروزه بالسقلي هابطه سلتها حتى لتحت كتجي رائعه كتجي فخمه وشي حاجه شيك. كاين بزاف ديال الاقتراحات. نعم لو نوار ولا الكحل سهام لما كنتكلموا على السقلي اش من لون كتنصحي به بزاف؟ لو نوار كنصح به دائما السقلي اوغ الدوغي يا اما يكون كارتي ولا يكون ماشي ذاك الصفر حيت عندنا في السقليات عندنا الصفر وعندنا كيف ما تنقولوا باللغه ديالنا السقلي الصاري. هذاك السقلي تيكون مهرس شي شويه على الصفر طافي شويه طافي ولا الكارتي هادو كيجيو زوينين وما كملوهمش ما كيتملوش وهما انديمودابل بالنسبه للعيالات ودائما كيبان كيفخم اللون الاسود. اما داك وحتى بالنسبه للذهب تيكون الاغلبيه ديال العيالات عندهم الذهب صفر. غادي نمشيو هاد المره من بعد بشرى في مكالمه اخرى نمشيو لمدينه فاس باش نتواصلوا مع ناديه. اهلا وسهلا بك ناديه. اهلا كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بناديه. بغيت نسول الخبيره. اييه مرحبا هسي هم معك. عافاك اختي انا عروسه. مرحبا الله يطول بخير. ربي يخليك. وعندي واحد القميص ديال الزهره في بلون كاستري درت له راندا واش ممكن ندير من فوقه هكا جلاب؟ بالنسبه لك جلابة تقدري ديريها في اي لون وفي اي شكل وديري له جلابه حيت هذاك القميص تقدري تلبسيه حتى من تحت من اللبسه تكشيطه تقدري تلبسيه من تحت منها واخا قصير واخا غير قميص ديال جلابه اكيد ديري له جلابه. واخا من بعد ناديه من اللي كتقترحي عليا اللون الالوان تقدري تمشي للشيبي البلو البلو سيال سيري الغوز كوغاي لو فيغ اي لون من اي شكل من اشكال اللون الاخضر. فوالا واضح ناديه. ناديه عرفتي الالوان دابا؟ يعني عرفت الالوان بالنسبه للتفش من تو بالضبط ناخذ بالنسبه بلاتي هاد الشيء بالنسبه للفوق بالنسبه للجلابه لهاد القميص ديال جوهره الجلابه اكزاكتومون وغادي تاخذي الكريب دو سوا اذا الكريب دو سوا. نعم في الوينات اللي قالت لك سهام. في مكالمه هاد المره اخرى نتواصلوا مع امينه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بك امينه. امينه مرحبا بك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله الله يحفظك. بغيت نسولك الله يعطيك الصحه نسول لاله سهام. أيوة. مرحبا جوج الحوايج عندي لك كان ممكن مهم نبدا عندي واحد توب بروكار في الفير رويال بروكار في الفير رويال بغيت نحيطو لواحد المناسبه الى كتب الله واحد العرس ولكن باقي بعيد غير بغيت نوجدو على وي الواحد يوجد على تيسان واش نديرو قفطان الحضور يعني هذا تعطيني نصيحه ولا نديرو تكشيطه اشنو نشري عليه من فوق ولا لتحت جو سي با وباش نخيطو. مرحبا نجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك وشكرا لك امينه تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. تفضلي سيها. بالنسبه للبروكار غادي ديريه لبسه حيت بما انها مناسبه
حاجه وحده اللي كنخص في الذكر ديال الناس عليها كنبغي ننبههم ليها. فاش كيكون مناسبه عرس كبير هادوك الناس مكبرين بيكم وتا هما باغينكم تفرحوا معاهم، وانتوما باش كتجاوبوهم وكتفرحوا معاهم كتلبسي احسن ما عندك، وهي اللبسه المغربيه التكشيطه. حتى انت كتبغي تقولي لهم كيف ما رحبتوا بيا وكبرتوا بيا، حتى انا بغيت نجي احسن ما عندي ليكم، حتى انا غادي نجبد ما احسن داكشي المزيان اللي عندي، اللبسه الغزاله ديالي غنجبدها. الوغ ريفونو ا نوتر سوجي اللي هو البروكار فيغ رويال. غادي ديروا لبسه دير فوق منه موسلين فيغ رويال، اييه من الفوق دير له يا اما زواق المعلم بالدوغي وتنبتو بالحجر بالاحمر بالبوردو والفيغ رويال والحجيرات في الدوغي، غادي يجيها ديال الهبال. دير تحاول دير غير الصدر والظهر والفوق ديال الكمام جهه الكتف، اييه باش ما تحاولش باش ما يجيش كثير. الا ما بغاتش دير الكميمات تقدر تهبط سليتات دايرين على النص التحتاني ديال القفطان ولا قبيبات من التحت دايرين عليه، غادي يجيها ديال الهبال. نعم، في مكالمة أخرى هاد المرة نمشيو للرشيدية باش نتواصلوا مع وفاء على الخط معنا. أهلا وسهلا بك وفاء. السلام عليكم أختي عفا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير لاباس عليك هاني؟ الحمد لله وفاء، مرحبا بك. عفاك بغيت عندي واحد جوج أسئلة، واحد السؤال خاص بالموضة واحد السؤال خاص بالبريكولاج. واخا ندوب السؤال ديال الموضة لسهام، أشنو هو؟ بغيت شي لبسة، المهم جلابة بالنسبة لهنايا للصيف. إييه في الرشيدية. بغيت شي حاجة تيشوف يكون خفيف بالنسبة للحرارة وهذا. إييه واخا. وعندي جوج جلاب ديجا، مبغيتش زعما مبغيتش الفيغ ومبغيتش البلون كاسي. ما بغيتيش الفيغ وما بغيتيش اللون البلون كاسي. واللون ديال البشره ديالك ولاطاي ديالك كيفاش دايره؟ لاطاي مويه والبشره ديالي بيضاء. تبارك الله. وشحال في العمر ديالك وفاء؟ 19 سنه. واخا باش نعطيك شي حاجه اللي يعني تورم حتى السن ديالك. وشنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبه للبريكولاج، بغيت شي حاجه باش ما بقاش طاجيني يسد الماكله يحرق، باش الطاجين ما يبقاش يحرق. واخا ان شاء الله وفاء. شكرا لك توصلتي معنا من رشيدية، تفضلي سهام. وفاء غادي يجي غادي بالنسبه للتيسو غادي تاخذ يا اما الخيط هي اما الكريب دو سوا. هذه نصائح لكل السيدات اللي في الاقاليم الجنوبيه كنعرفوا الجو والحراره سورتو الخيط كيحس كيبرد وما كيديرش العرق ومزيان واخا الحراره واخا فين ما كان كنحسوا براسنا مرتاحين خفيفه وسورتو كيما كنقولوا الصيف راجل ظريف ما كنبغيوش نكثروا بزاف ديال اللباسي. بالنسبه ليها تاخذ تبارك الله بيضاء اي لون لبساتو غادي يجي معاها، هي ما بغاتش البلون كاسي وما بغاتش الخضر. غادي نقدروا نديروا الفيغ او نديروا البلو سيال لو موف النوار ما غاديش نمشيو له بالطبع. اذا نبقاو في الثلاثه لي كولور باستيل هما اللي كاينين دابا نيود تو سكي باستيل لي كولور كيجيو دابا لهذا الصيف. واخا الا سمحتي سيام غادي نمشيو باش نجاوبوا حتى بعض يعني الرسائل ديال الاس ام اس نجاوبوا عليهم. وغادي نبداو بسؤال من عند غيزلان. غيزلان كتقول شكرا لك سيام وكنحماق على التصاميم ديال كلها ومتبعه اسماء المنور ودائما كنعرف انه القفطان راه ديالك. فهي سولاتك على واحد اللبسه كنتي خدمتيها بالكري وقالت نبتيها بواحد الحجر اللي كيعطي واحد الغوفلي فيه الوان بزاف، فقالت كانت لبساتها اسماء قفطان يعني كتقول هي راه واقيلا غير قطعه واحده غير قفيطين بالكري. فهي سولاتك على الثوب ما عرفاتش النوعيه ديال الثوب اللي انت خدمتي به وعلى الحجر، واش هذاك حجر مخلط كبير وصغير ولا غير يعني حجم واحد وحتى اللون ديال الحجر. هي قالت الوقت اللي كتشوف الصوره كيبانوا ليها الوان بزاف في الحجر. هذاك البدا الثوب هذاك الفيلور كريستال كتلبس مزيان راه مبرا كريستال مبرا كريستال كتلبس بزاف في المناسبات كتبغي الليل يعني اي شي حاجه في الليل كتلبس فيها يعني يجي جلابه ويجي قفطان حتى هو. بالنسبه للحجر كان هذاك الحجر كيعطي غري وموف هو غري وكيعطي الغوفلي في الموف ومعاه حجيرات صغار اون غري كلير. واخا نمشيو لسؤال اخر هذه المره من عند فاطمه. فاطمه كتقول انا البشره ديالي سمراء السن ديالي 30 سنه بغيت ندير قفطان بالحزام ديالو، فبغيت نسول غير سهام على واحد الثوب اللي هو كيكون من الفوق مخدوم بواحد القشور كيتسمى قشور الحوت، الا خديته في الكحل واش يصلح ليا قفطان او لا؟ وغادي يكون فيه الكحل وداخل فيه شويه ديال الزرق، فبغات تسولك الحزام واش يكون من نفس الثوب او لا يكون حزام عادي ثوب ديال قشور الحوت.
هي البشره ديالها سمراء وبغات اللون اللي غادي يكون في القشور ديال الحوت الكحل مع الزرق. بالنسبه لهذا الثوب هذا انا كنصح باش ما يدارش منه القفطان كله. ايه بقى هنا كان فاش كيكونوا لهاد التوابات ديال كيكونوا بايتي بقشور الحوت كنقولوا لهم حنايا في صنعه قشور الحوت. إيه هذا يعني كتكون وحده فوق حبه فوق حبه كيف ما قشور الحوت فوالا تماما. هذا الثوب هنا كنخدموا الباتش وورك كنديروا تقدر دير النص الفوقاني يعني الصدر والظهر وليموش يكونوا في هاد التوب ومن التحت تختار لون عادي ومن الاحسن تبازا على لون نوار باش غادي يكون ما نكونوش خارجين على الموديل. التوب التحت يكون سوا ساتان دو سوا سوا ساتان دوشيز اللي بغى يكون يمكن يكون ليه حتى بروكار كيجي زويون. واخا تبارك الله عليك سي ام غادي نرجع لعندك دائما في حلقه اليوم من برنامج سيداتي سادتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. اللحظه غادي نتوقفوا مع اذان صلاه الظهر تقبل الله صلاتكم بمزيد من الاجر. وفي تواصلنا معكم أوفيانا دائما على ميد راديو برنامجكم سيداتي سادتي أرقام تواصل معنا مفتوحة 0522 46 72 50 51 أو 52. غادي نشوف مكالمة نتواصلوا مع أمينة على الخط معنا من أكادير. أهلا وسهلا بك أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أمينة. عندي واحد سؤال أختي أمينة. أيه مرحبا مرحبا. لا ماشي واحد سؤال. نعم ايه ماشي واحد سؤال اذا كان بوك. يلا تفضلي شنو هو سؤالك؟ بغيت ناخذ واحد توف كريب دو سوا واحد توف لي كريب دو سوا واحد ماركه لي زوينه زوينه وبغيت نديرو جلابه في النوار وبغيت شي جلابه لي تكون عليها هكا القيمه شي خياط عليها القيمه وتكون انيقه تجي هكا كلاسو زوينه. والسؤال الثاني خيط واحد القفطان قلت ليه هو توف في البروكار في بوردو ودرته بالحجر وبالسقه اللي في الابيض ودرت ليه لتحت واحد المسلم في بحال البيج ولا الحمصي ولكن ما باينش كيبان غير في الفتقه الحسانية في الجليل وبالكل. أيه. ولكن ديك الخياطه بحال بانت لي عاطيه قيمه اكثر من الثوب. الثوب ما بقاش عجبني والخياطه جات زوينه بزاف وعليها قيمه وقلت زعما ممكن نزيد ليها شي هدف توب التحتاني. كتكلمي على توب التحتاني؟ لا كنتكلم على القفطان حيت القفطان مسدود ما كيبانش. القفطان مسدود اييه دابا شنو التوب اللي ما بقاش عاجبك؟ هذاك التوب ديال القفطان البروكار هو اللي ما بقاش عاجبك. بالي ما جانيش زوين كتبان لي الخياطه بحال احسن منه بحال الخياطه عندها قيمه اكثر من القفطان. وتعرفي دابا هذا الخياط ولا الخياطه اللي انت كتعاملي معها امينه ما خصكش تفرطي فيه نهائيا. لا لا تبارك الله عليك الخياطه عندها كاع كيجي عندنا حتى كله لانه قليل فين كنسمعوا ربما سيما هكذا على انه اكيد داك فعلا داك الانسان اللي كيعطيك اللبسه كيولي الخياطه قيمتها اكثر من الثوب. غير هو عاوتاني حتى الواحد خاصو ينصح عاوتاني راه هذا الثوب هذا كيستاهل هذا ما كيستاهلش فعلا. دابا امينه السؤال ديالها الاول بخصوص يعني الجلابه لا عندها توب كريب دو سوا في النوار وبغات شي حاجه هماويه. هماويه غادي دير جلابه بالزواق حيت هذا هو الهمه في الجلالب. دير جلابه بالزواق شي زواقه هابطه حتى لتحت غادي تجيها زوينه ودير لها شي قميص سوا في الشبكه الدونتيل سوا لا موسلين. واخا اذا بالنسبه عندها شي حل التوب ديال بغوكا او لا هي الخياطه جات مزيانه وهذيك الخياطه والثوب وهذا وهذيك هي تحطها في الماريو وتمشي تشري ثوب واحد اخر تعاودي لاني ما يمكنش شنو غنقولوا لها هزي الخياطه ما يمكنش ما عندها ما غدير له. نعم سهام مشكوره بطبيعه الحال قبل ما غادي نختموا اللقاء ديالنا معاك فصراحه كلمات الشكر انا غادي نقول ان قليله في الحق ديالك بزاف لانه ما شاء الله عليك مشهود لك حتى بمواقف انسانيه كثيره كديريها منها على انه الكوليكسيون ديالك ديال 2016 غادي يتم الاعلان عليها في مدينه الدار البيضاء ضمن واحد الحفل خيري اللي يعني المدخول او المداخيل ديالو غادي تمشي للاطفال المرضى بالسرطان. فصراحه هذه خطوه اللي هي زوينه منك بزاف وموقف انساني اللي هو نبيل ان شاء الله انك تكوني نموذج ديال مصممين مغاربه ديال اسماء اللي هي عندنا معروفه وفي العالم ديال الازياء وكذا وتكوني انت نموذج وتكوني انت فقط البدايه ونبقاو نشوفوا بحال هذه المبادرات. فهاد الخطوه غنخليك انت تكلمي عليها سهام. ان شاء الله اول حاجه الهلا يحشمنا والله هادشي ما كنبغيوش نديروا لي الاعلان الحاجه وحده باش ما يقولكش لا راه انت كيديروا حاجه وكيبقاو يهضروا عليها ولكن حاجه وحده اللي بغيت ننبهها علاش كنهضروا عليها غير باش الناس يسمعوا وحنا كنبغيو الناس اللي يسمعوا اللي معنيين بالامر ماشي الناس العاديين الناس اللي معنيين بالامر باش حتى هما يديروا نفس المبادره وباش الا كان الخير غيجي من بلاصه وحده علاش لا ما يجيش من 20 من 50 من 100 ديال الناس بالعكس
نعاونوا بعضياتنا. هذه هي احسن حاجه. الا عندي انا شي حاجه وكنشوف الشخص الثاني محتاج ليها، علاش لي ما نعاونوش؟ بالعكس. وكنتمنى انا دابا كنتمنى من لي ستيليست، من لي زارتيست ديالنا تبارك الله، ولي زارتيست ديالنا ما غاديش يعني تبارك الله عليهم، حتى هما كيديروا الخير غير كما كيقولوا تبحر مكره زياده. بغينا ان شاء الله بحال هاد المبادرات يكونوا عندنا، وحتى هاد الجمعيه الخيريه تبارك الله عليهم باقيين شباب دي جون كيقراو ودايرين خدمه اللي ما داروهاش الرجال، الناس كبار ما داروهاش تبارك الله عليهم دي جون. وبالعكس مزيان هاد المبادره كتخلي الناس يكون عندهم الروح ديال العمل الجمعوي، العمل ديال الاتحاد، ديال نديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نعاونوا بعضنا. بالعكس حتى هادوك الناس اللي كيتعاونوا راه شي نهار غنكون انا، غيكون هو، غيكون ولدي، بنتي، خويا، يعني اي واحد غيقدر يتحط في لا سيتوياسيون ديال المرض ديال هما. باش عجبوني كيعاونوا بزاف ديال الجمعيات، كيعاونوا جمعيات ديال السرطان، جمعيات ديال الاطفال المتخلى عنهم، دار العجزه، يعني جميع الفئات والطبقات ديال المجتمع. نعم، وكنتمنى ان شاء الله كل التوفيق. فالحفل غادي يكون يوم الجمعه قبل بمدينة الدار البيضاء. طبيعة الحال كل الناس يبغوا أي معلومات، فإحنا راهن الإشارات وصلوا معنا وإن شاء الله تاخذوا كل المعلومات، وهي فرصة كيف ما قلنا من خلال هذا الحفل. فالمصممة سهام إحسان غدا تعلن على التشكيلة ديال التصاميم ديالها اللي هي خاصة بهذا الموسم في 2016، آخر الصيحات، الألوان، الفصالة، الخياطة، هادشي كلكم يعني هادشي كله يمكن لكم تعرفوا عليه أكثر إن شاء الله في الحفل اللي غادي يكون يوم الجمعة المقبل. حاجة واحدة اسمحي لي عفاف باش الناس يعرفوا، راه هذه الجمعة هذه ماشي الفوندودي بروشان، لا الجمعة هذه نهار 18 مارس ان شاء الله. ان شاء الله وكنتم التوفيق مره اخرى. مصممه الازياء سهام احسان، وهكذا تبقي ما شاء الله دائما التصاميم ديالك تلقى النجاح الباهر اللي احنا تعودنا عليه. يعطيك شكرا. العفو، احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غدا ان شاء الله يجمعنا موعد اخر فيه مزيد من الافكار ومن الاقتراحات. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين علمه الادريسي، مشكوره رفقتني في الاخراج وسميحه الشوبي، كانت استقبال مكالماتكم. الى اللقاء.